اسلام كريو نار كيفاش كريو نار العجايز انت وحنا يقراو الكتف نتاع الاضحيه يتفاولوا بها يديروا البال يشوفوا واش راح يكون في العام الجاي سواء للشخص ولا للمجتمع ابيلي دمادون ذكر هذه الظاهره هذه باللي العجائز تاع الجزائر في ذاك الوقت الامازيغيات في ذاك الوقت يقراو الكتف هذه واحده اللغه الامازيغيه من بين اقدم سبع لغات في العالم هي كانت معاصره للفرعونيه ماتت معاصره للاتينيه ماتت معاصره للاغريقيه القديمه ماتت واليوم الامازيغيه هاي رايحيه الى يومنا هذا وحنا دائما نقولوا الجزائر الامازيغيه هي اللي تجمع ما بين الجزائريين كافة سواء وربما في شمال افريقيا كامل لان اللغة الدارجة اللي يتكلموها جميع الجزائريين علماء اللسانيات يقولوا التركيب نتاعها كله تركيب نحوي وصرفي امازيغي نعطيكم المثال برك كاين واحد المثل اللي نقولوه بالدارجة ما خلاو الاولين واش يكونوا الاخرين هذا ترجمة حرفية للأمازيغية كورجيني مزورة أرادينيني مكورة يعني عندنا تاريخ عظيم وعندنا حضارة عظيمة يكفي فقط أننا نتجند جميعا وخاصة نداء للجامعة نداء للجامعيين أنهم يهتموا بالثقافة الجزائرية بصفة عامة سواء باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية لان هذا هو الشيء اللي يخلينا يعني نفس الامم الاخرى ثقافتنا وتاريخنا نعطي مثال امريكا اليوم الثقافه نتاعها راهي تجيب لها 100 مليون دولار هذا الثقافه الامازيغيه من بينها الكتاب وحده 60 مليار دولار ونتمنى ينار صح نحافظوا على التقاليد هذه ولكن منه هذا نرجعوه عصري نعصرلوه يعني نديروا مسابقات في الادب مسابقات في الفكر حتى مسابقات رياضيه